ودعت قرية سعود بحسينية فاقوس بالشرقية جثمان فتحي إسماعيل الطناني مؤذن مسجد قرية الروضة الذي استشهد في الحادث الإرهابي الأخير ومعه شقيقه رضا. اللي ماتوا اللي كنا برا 550 نفر غير اللي جوا شهداء، غير المصابين 175 غير الأطفال، وفي التلفزيون يقول 175. مش عبوة نفسه؟ لا مش عبوة نفسه، بسلاح متعدد وآلي وأربع جهات. ساعة ما هم بيضربوا بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، اتصل بهم واحد قال لهم أنتوا خلصتوا عليهم، قال خلصنا عليهم ومشوا. هم حوالي 10 انفار ولغموا المكان من برا عشان حد يخش، واشتغلوا في الناس ضرب أطفال وأهالي وجيران وكله، أقل بيت ميت منه 10. جانا الخبر هنا بعد صلاة الجمعة، خدنا عربيات ورحنا، مش عارفين إيه اللي حصل، هل توفوا صح ولا لأ. بعد ما وصلنا البيت هناك ابن اخويا خد عربية ومشي قبلي، اول ما وصلت على الباب هناك قال يا عم فكري اخواتك الاثنين مات، طب ايه المطلوب؟ قال جبنا تصريح الدفن وطلعنا على المدافن ندفنهم في صلاة المغرب. طبعا هناك الارض رملية، اللودرات عمالة تفحر مش النهضة، فكان معانا عدة فحرنا بيها وحطيناهم. رحت لقيت اخواتي الاثنين ونسوانهم مباركين عليهم ومارين يقولوا يابا يابا، ولولادهم يقولوا يابا يابا. رحت لقيت اخواتي مدين بعضهم في بيت نحن شخصي، ايه اولاد؟ قالوا يا عم محمد احنا اثنين في غيرنا سبعات وثمانيات في البيوت في بيت واحد بس. الله يرحمك يا اخويا، الله يرحمك يا اخويا، الله يرحمكم. انا تحوشي وانا راحوا مني، خسرت الله اخواتي، كنا خمسه تو بغيتي معانا ثلاثه، بغينا ثلاثه. بالامس حينما ذهبنا لنتبرع بالدم لاخواننا في مستشفى الاسماعيليه، ما كنت اتصور انني ارى هذه المناظر، يعني ما يربو فوق يعني المئتين حاله استشهاديه، وبالاضافه الى الحالات التي اصيبت، يعني منظر مؤسف. حتى يعني وجدت طفلا صغيرا يكاد القلب أن يدمي عليه دما، الأطباء يبحثون عن أقارب لي فلم يجدوا، فظلنا نبحث عن أقاربه، وإذ بي يعني أدني إلى رأسه وأسأله أين أهلك، فقال لي، أجاب لي سؤالا ينخلع له القلب من الفؤاد، قال لي لقد ماتوا جميعا، والده قد مات وإخوته قد ماتوا وجده قد مات، وبقي هو وحيدا يرعاه الله سبحانه وتعالى. طفل صغير يعني لم يتجاوز الخامسة من عمره. أخويا الكبير واخد طلقتين، واحدة في راسه وواحدة في بطنه. أخويا الثاني اللي أصغر مني واخد يطلع أكثر من 7-8 طلقات. نتفرتك نتفرتك، خدناهم ورحنا دفناهم ونعمل إيه؟ احنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل. شالوهم بطاطينهم زي ما هم وبهدومهم زي ما هم، واللودر يعمل خط كده ويجي حطط عليه حبه رمل، ويعمل خط كده وحط حبه رمل، وراحوا زي الفراخ اللي ميتين. والحمد لله تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.